الاخبار تمام الحمد لله. كيف كانت الاجازه؟ طولتي ما شاء الله بالاجازه لي والله مو اكثر منك. عد لا تفضحينا قدام. نشر رئيس الهيئه العامه للرياضه تركي آل الشيخ صوره في انستغرام وهو في المستشفى وكتب عليها ملينا الغربه، الف سلام عليك يا ابو ناصر وان شاء الله بعدوينك وترجع لنا بالسلامه معافى يا رب. اكيد نتمنى له الشفاء العاجل يا رب ويواصل انجازاته في الكره السعوديه والف سلامه يا رب. بس مهند عم شوف انه في ناس عم بلشوا ينافسوك على السوشيال ميديا بالاغاني العراقيه. والله انا الصراحه انصدمت ان كيف طاح عليها، يعني ان هذا محترف الهلال كاريلو طاح على اغنيه تعال يا ابن الحلال، بس انا ما ادري كيف علموه اياها. شافها من عندك، خلينا نشوف بس اي مقطع كان احلى. رهيب والله جايبها صح يعني، بس ما قال تعال تعال تعال. مهند هاي بس إلك. عكلا الخبر اللي مخليني فعلا فرحانة لليوم هو ترشح صلاح لجائزة أفضل لاعب هالعام كونه أول عربي بيتواجد بالقائمة النهائية، يعني فعلا محمد صلاح عم يثبت كل يوم أنه بيستحق لقب فخر العرب. أنا الصراحة ما استغربت لأنه تألق مع ليفربول الموسم الماضي مع نادي وجمع لقبين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف الدوري. الغريب انه صلاح ما عبر عبر السوشيال ميديا بعد ترشحه للجائزه، يعني الكل كان ناطر رده فعله واكتفى بنشر صوره انه هو في الساحل في مصر عم يستمتع بيوم الاوف. وانا كمان اشوفها حركه ذكيه ويمكن ما وده يستبق الاحداث ويحتفل لين ما يتم اختياره الافضل فعليا، بس اللي حزني انه ميسي اول مره من 12 سنه ما يترشح للجائزه ويكون ضمن القائمه الثلاثيه. للاسف هالعام مو عام ليو، بس انا حبيت رده فعل نادي برشلونه بعد استبعاد لاعبهم ميسي، غرد حساب النادي بتويتر وكتبوا: لا شك بالنسبه لمشجعي برشلونه انه الافضل نقطه على السطر. صحيح ميسي كبير ويعرف نفسه وحتى الجماهير، وانا عجبني تصريحه عن انضمام رونالدو كريستيانو رونالدو للدوري الايطالي وقال بكل روح رياضيه انه ريال مدريد واحد من افضل الفرق بالعالم وراح يصير اقل جوده بعد ما طلع من رونالدو، ويوفنتوس راح يكون المرشح الاقوى لدوري ابطال اوروبا. مزبوط. كمان ميسي قال انه يوفنتوس صار الاوفر حظا لحيازه لقب التشامبيونز ليج. بس مهند مين بتتوقع ياخذ لقب افضل لاعب بنهايه هالشهر؟ طبعا انا اتمنى وادعي ان شاء الله محمد صلاح ياخذها، ولكن المنافسه راح تكون شديده بين مودريتش ومحمد صلاح. انا استبعد كريستيانو هالمره. تستبعده؟ خلاص يعني اكتفى بالالقاب. تحليلي الشخصي يعني. اكيد كلنا بنتمنى صلاح. وكمان في جائزه افضل جمهور، هي الجائزه يمكن ما كثير بنعطيها اهميه بس هي فعلا كثير مهمه، بتخلي جماهير الانديه يتحمسوا دائما، بيكون الجمهور الفائز قدوه، لذلك لازم نهتم لها هالعام. صحيح اي والله، يعني ما في احلى من جمهور اليابان والسنغال اللي ترشحوا لسلوكهم الحضاري بتنظيف المدرجات بعد كل مباراه بكاس العالم، وكمان الجمهور البيروفي اللي سافر حول العالم حرفيا للتواجد مع المنتخب. نتذكره أكيد وشغف كبير. وما فينا ننسى سباستيان كاريرا اللي سافر لتشجيع فريقه بورتو مونت في تشيلي وقطع مسافة 3000 كيلومتر ليجلس بالمدرج لوحده، ورحلة هالعاشق جعلته واحد من المرشحين لهالعام. أنا عن نفسي بتمنى أنه هو اللي يأخذ الجائزة. الله يستحقها، والجائزة أكيد بتروح للأفضل إن شاء الله. ونبي نبارك لحكيم زياش اللاعب المغربي اللي حصل على جائزة أفضل لاعب في هولندا هالموسم وأهدى الجائزة لوالدته. ومن المعروف انه بتجمعوا علاقة جيدة جدا بوالدته اللي بترافقه باغلب مبارياته الهامة وبتحتفل معه بانجازاته، واكبر دليل هالفيديو. ليلها الله يحفظها ان شاء الله، وحلو الواحد لما يسوي انجازات ويشارك امه فيها. اكيد، وهي يعني لولاها يمكن ما وصل لهون، هو دائما بيصرح بهالشيء. وفي مشهد ثاني انتشر بشكل كثير كبير هالاسبوع، هو لمهاجم نادي ليفربول ماني عم بيشارك بتنظيف منطقه الوضوء في احد مساجد المدينه بعد ما لقاه مهمل. هالفيديو تسجل تماما بعد فوز فريقه على ليستر سيتي يوم السبت الماضي. والله شيء مثير، يعني مثير للاعجاب، يعني افضل لاعب بالدوري لشهر اغسطس قاعد ينظف بنفسه ومبسوط وبكل تواضع. من تواضع لله رفعه، شكرا ساديو ماني. قمة بالتواضع، وهو معروف عنه التزامه بدينه الإسلامي وأخلاقه العالية جدا.
والختام مع صور فيها كمية جمال على قولة لين اللي من الصبح يعني صرعتني تقول جميلة جميلة وعائلة مرة جميلة. والله كلهم يعني حلوين، فيكتوريا بيكهام وأولادها، وكان ناقصهم بس ديفيد اللي غاب عن غلاف مجلة فوغ. بعدين اتضح أنه ما في أي سبب لعدم وجوده غير أنه زوجته عم تحتفل بتاريخها العريق كأيقونة للموضة بحسب قولها. بس عن جد العائلة كلها حلوين، يعني الأب حلو والأم حلوة، فبالتالي حتى الكلب حلو ما شاء الله. هو تأثر بالجو العام. من عاشر القوم، وإن شاء الله يوم من الأيام نشوف عائلة حلوة لكلين. شكراً، وأنت كمان.